الاختفاء المدهش. جاهز لسباق القوارب رومبا؟ واو، ما أروع هذا القارب! أوه، شكراً يا روزي، يجب أن أهزم كرز هذه المرة. انظري، أنا وضعت شراعاً أكبر ليسير بشكل أسرع. أهلاً يا روزي، حان الوقت لأفوز بالسباق مجدداً. قد لا تفوز هذه المرة يا كرز، لقد صنع رومبا قارباً رائعاً. حقاً؟ سوف أرى. إنه سري. لن يكون أفضل من قاربي. دائماً أفوز، لا تنسى. بقيت ساعتان قبل موعد السباق، سأذهب لأحدد خط النهاية. هذا أفضل بكثير من أي قارب يصنعه رومبا. شكراً للمساعدة، هذا أفضل قارب صنعته في حياتي. أهلاً يا بينون. مرحباً يا كرز. لين، قاربك ليس سريعاً مثل قاربي. في الواقع، أظن أن قاربي سيكون أسرع. تعال يا بينون، هيا لنجربه. علي أن أرى هذا القارب لأتأكد أنني سأفوز. انتهيت. هذا جميل يا روزي. أوه، مرحباً يا بلبلة، لماذا ترتدين شجيرة؟ هذا تمويه مثل رشدي. ليس تماماً مثلي، عندما أريد الاختباء لا يراني أحد. هذا ليس عدلاً. بلبلة، واو. رشدي، أنا كرز، أريدك أن تأتي معي في مهمة سرية. أمر مسل. أوه لا، الأمر مهم جداً، ستنضم إلى الفريق الفائز في سباق القوارب. في خدمتك يا كرز، هيا بنا. مضحك جداً. إذاً، كيف كانت القوارب؟ حسناً، قارب رومبا أعلاه شيء كبير مستدير. ماذا تسمونه؟ بالون؟ تماماً، وقارب لين يصدر صوتاً مجنحاً. أي أن فيه أجنحة؟ وماذا أيضاً؟ لم ألاحظ تماماً، كنت منشغلاً بعمل السر. أجنحة وبالون، سأصنع ذلك. لنرى، سأتخلص من هذه القطع أولاً. جاهزون؟ مستعدون؟ أوه لا، هيا يهي، أنا أفوز. أوه لا، لقد علق. انظر، نحن نفوز. إنه سيغرق الآن، ما الفائدة؟ كرز، انظر. سأفوز من جديد. نعم، انظروا، لقد علقت معا. القوارب تطير بعيدا. أمسكها يا بينون. إنها عالية جداً، لا أحد يمكنه الإمساك بها. لا يمكن ذلك، هيا يا بلبلة. قبل أن أقدم جائزة سباق القوارب، أود أن أذكر صديقاً متميزاً جداً. كلنا نعرف من هو المتميز هنا. بلبلة التي لولا مهاراتها في الطيران لما استطاعت تلك القوارب إنهاء السباق. أوه، لم يكن أمراً مهماً. والآن إلى الجائزة. الجائزة الأولى فاز بها الجميع. مرحبا.
المشكلة يا كرز؟ لقد غششت. استخدمت رشدي ليتجسس على القوارب. لا أستحق المشاركة في الجائزة. الغش عمل سيء، لكن قارب كرز ساعدنا على الفوز. كل واحد يمكن أن يخطئ، ولكن الاعتراف بالخطأ هو عمل شجاع. نحن نريد أن يشارك كرز في الجائزة، صحيح؟ نعم. والآن حان وقت الألعاب السحرية. سيداتي وسادتي، انظروا، القبعة فارغة. أبرا كدبرا. فندق فكري. يا له من يوم حار يا رومبا. نعم، نحتاج إلى الظل. فكري؟ أهلاً يا فكري. تعالي إلى البرودة تحت ظل أوراقي. الطقس حار على لعب كرة القدم. هنا هو أنسب مكان في أيام الحر. لسنا وحدنا يا روزي، ها هما السيد والسيدة ماردي مع العائلة. إد دودة الأرض. أهلاً إد. أهلاً. نرد نرد نرد. وحبات البلوط. مرحباً جميعاً. نعم، أنا شجرة محبوبة في أيام الحر. تبدو كأنك فندق يا فكري. أوه، بالتأكيد، يا لها من فكرة متميزة. لنجعل من فكري فندقاً حقيقياً، فندقاً تنزل فيه المخلوقات الصغيرة. أوه، هل أرتدي زياً وأنا أستقبل الجميع؟ نعم، أنت البواب وأنا سأكون مديرة الفندق. المسؤولة عن كل شيء. هل تريد أن تكون فندقاً يا فكري؟ حسناً، أنا أحب أن أهتم بأصدقائي، لما لا؟ وهذا مصعد يقل النزلاء إلى غرفهم. نعم، في الأعلى هنا أفضل غرفة، إنه جناح المشاهير. لين، الأعشاش ستكون مريحة للضيوف. هذه الأبواق والأجراس مناسبة لخدمة الغرف. أنا وأنت نشكل فريقاً ناجحاً. أنا مديرة فندق ممتازة. أهلاً بكم في فندق فكري. هؤلاء الموظفون سيهتمون بكل طلباتكم. هذا رومبا البواب يستقبلكم جميعاً، ولين التي ستأخذ طلباتكم للغداء وتعطيها للطاهي بينون. وأخيراً هناك كرز الحمال مستعد لنقل حقائبكم إلى الغرف، وروزي المسؤولة عن الترتيب. أريد غرفة دافئة ومريحة. هذه الحقائب حقاً ثقيلة. أفضل غرفة لكما، دافئة ومنيرة. أهلاً وسهلاً. هو لمن هذا العش الفسيح فوق؟ إنه بيت بلبلة، ولكن لما لا؟ إنه الأكثر دفئاً ونوراً في الفندق. اصعد إليه. هكذا أفضل. غيرت فكري، غيرت فكري. ابتعدي يا حبتي البلوط، هذا العش هو للنزلاء. أرجو أن يكون الطعام قد أعجبكم. نحن طلبنا جوزاً لا تفاحاً متعفناً. اسمع، طلبنا تفاحاً وليس جوزاً. آسف يا سيدتي، سوف عن إذنك يا سيدتي سأعود إليك حالاً. ماذا تفعلان في بيتي؟ أظن أن إذ يريد تفاحة. كل الوجبات خاطئة. هل كان علي أن أكتب ما طلبه كل منهم؟ ربما كنت تذكرت كل شيء بسهولة. ما رأيك في فندق فكري يا حبات البلوط؟ لا نحبه.
قدام بيتي أنا وأحباه كثيراً، نزلاء سعداء. في المرة القادمة أنا سأقول أين ينزلون. يا لحبات البلوط الحزينة، إلى أين هي ذاهبة؟ هل يمكن أن نحصل على طعامنا؟ العمل في هذا الفندق متعب، لكن الكل مسرورون لأنهم حصلوا على طعامهم. ما الأمر يا أد؟ أنت عطشان؟ سأحضر لك الماء. لا عليك، بوليس هنا. أنا سآخذه، أنا مديرة الفندق. أنا أحضرته، لكن أنا المسؤولة. كأن المطر آت. هذه الأمور لا تحدث في البيت. أحضرنا هدية لجميع النزلاء لكي يشعروا أنهم في بيتهم. تفضلوا، من أزهار دوار الشمس. التي نفضلها، شكراً يا روزي. تفضل، تفاحة لامعة من البستان. تفضل، إنها فاكهتكم المفضلة. شكراً يا روزي. ما المشكلة؟ نحب النوم في ظلك في يوم حار، لكن بذور دوار الشمس ذكرتنا ببيتنا. السيد موردي على حق، اشتقنا إلى بيوتنا، نريد أن ننام الليلة في سريرنا. وأنا لا أريد سوى سعادة أصدقائي. ربما أرزى على حق، حيث يرتاح القلب يكون البيت. وأحضرنا شيئاً لك أيضاً يا فكري. فكري فكري فكري، اشتقنا اشتقنا اشتقنا. أهلاً أهلاً. شكراً يا روزي. رومبا واللون الأزرق. رومبا، هل أنت متأكد أنك لا تريد شيئاً أقل؟ زرقة؟ نعم، هذه مثلجات العنبية التي طلبتها. يمي، شكراً يا روزي. أليست هذه قبعة بلبلة؟ نعم، شديدة الزرقة، صحيح؟ هل سألتها إن كان بإمكانك وضعها؟ لقد تركتها على الغصن، أنا أستعيرها فقط. المهم، أحتاج أشياء زرقاء. لماذا؟ لأن اليوم هو يومي الأزرق، كل شيء يجب أن يكون أزرق، مثل مثلجات العنبية. الأمر واضح. أظن أنك ستحتاج إلى المساعدة في يومك الأزرق يا رومبا. مرحباً يا رومبا، مرحباً يا روزي. لماذا تبدو حزيناً؟ رومبا يريد يوماً أزرق، لكن كرته الزرقاء ثقبت، وبلبل استعادت قبعتها الزرقاء. أزرق؟ لا عليك، رومبا يمكنه أن يساعدني في قطف الفاكهة الزرقاء الناضجة. الفاكهة الزرقاء؟ نعم، إذا ذهبت مع بينون لقطف الفاكهة الزرقاء، سآخذ كرتك إلى مشغل كرز وأطلب منه إصلاحها. رائع، شكراً يا روزي. أعرف المكان الأنسب لقطف الفاكهة الأكبر والأشهى والأكثر زرقة على الإطلاق. أين يا بينون؟ ها قد وصلنا يا رومبا، ابدأ القطف. أقطف ماذا؟ أين هي؟ أين اختفت كل الفاكهة الزرقاء؟ حسناً، ما رأيك؟ كرز، ما هذا الذي تفعله؟ أنا أهرس الفاكهة الزرقاء بآلة هرس. العصير الأزرق من الثمرة إلى الزجاجة، تذوقيه، إنه لذيذ. ذقت عصير الفاكهة الزرقاء من قبل، ولكن هذا أشهى كثيراً. لكن لماذا تصنع هذه الكمية؟ أصنع ما يكفيني لمدة سنة. المشكلة الوحيدة أن العمل متعب جداً،
يدي تؤلمني ولم أجهز إلا كمية قليلة. ماذا لو قمتما بمساعدتي؟ لا أحب أن أتلطخ. روزي؟ أنا لا، لكنني أعرف من يحب أن يساعد. أحتاج إلى زجاجة من هذا العصير وإلى دراجتك السريعة. تفضلي. مرحبا يا بلبلة، ما الأخبار؟ أتمنى لو أن هناك حفلة كبيرة كي أضع فيها أفضل قبعة عندي. لم أذهب إلى مناسبات مهمة منذ مدة. اسمعي، اركبي، عندي فكرة قد تكون مناسبة للجميع. فكرة؟ من أي نوع؟ فكرة زرقاء. عندما وصلنا للمكان اختفت كلها، لم يبقى هناك أي شيء. أوه، يا للحظ، الفاكهة لنا جميعا، لا يجوز أن تكون لواحد فقط. أنت على حق يا بينون، كلنا نتشارك فيها. مرحبا. مرحبا يا روزي. من منكم يريد شراب الفاكهة الزرقاء؟ ستحبونه. أوه نعم، هاته. إنه لذيذ وأيضا شديد الزرقاء. أوه لذيذ جدا. من يريد أن يأتي ويصنع المزيد؟ كرز عنده الكثير من الفاكهة للعصر. الفاكهة الزرقاء، إذن هذا هو سر اختفائها. حسناً، ابدأ عند الإشارة يا رومبا. ابدأ في العصر. واو، أكثر جزء أزرق في اليوم الأزرق. نجحنا، نجحنا. من الثمرة إلى الزجاجة. من الزجاجة إلى بطني. يم يم، لذيذ. الشراب ما يكفيني طوال العام. ما يكفيك أنت طوال العام؟ ماذا جرى لكم؟ نعم، قد يكون صنع العصير فكرتك، لكن الفاكهة هي ملك للجميع يا كرز. كلنا نتشارك هنا. نعم طبعا، هي للجميع. كنت فقط أمزح. شكرا يا كرز. نعم. الأزرق إلى الأبد. أنا كنت أنسى، هل يمكن أن تصلح كرة رومبا؟ طبعاً، من أجل أفضل عصار فاكهة زرقاء. هل استمتعت بيومك الأزرق يا رومبا؟ نعم، كان أفضل يوم أزرق على الإطلاق. سيمر وقت طويل قبل أن يأتي غيره. قد يكون هذا أفضل. نعم، لأن غدا يوم أصفر، وبعد غد يوم أحمر، والأسبوع القادم يوم زهري. لا. روزي، ماذا بك؟ أنا لم أقبلك عن يوم الأرجواني. روزي، انظري إلي. بلبلة، هل أنت بخير؟ لقد سقطت. سقطت؟ أنا لم أسقط، إنها فقط الريح أزاحتني عن طريقي. ليس هناك ريح اليوم. حاولي بهدوء يا بلبلة. لا حاجة لي إلى ذلك، أنا لست خائفة. هل أنت بخير؟ ترى، هل فعلت ذلك عن قصد؟ كانت حركة مثيرة يا بلبلة. لا عليك يا بلبلة، كلنا نخطئ أحيانا، الأفضل الانطلاق مباشرة إلى الفضاء. إلى الفضاء؟ يسرني ذلك يا بطة، لكن أظن أنني تدربت كثيرا اليوم. في الواقع لقد تعبت من الطيران، أنا سوف أعود لأستريح قليلا في العش. أتريدين أن أوصلك يا بلبلة؟ شكرا يا روزي، طريق البيت طويلة. انطرت تصلين أسرع يا بلبلة. لا شكراً، التنقل على الأرض أكثر تسلية. أنا أستطيع أن أرى كل الأشياء من هنا، والعجلات أيضاً رائعة. أهلا
أهلاً روزي، أتسابقينني؟ بلبلة متضايقة قليلاً، سأوصلها إلى البيت وعلي أن أسير على مهلي. أوه، على مهلي؟ بالطبع لا، نتسابق إلى بيتك. هو رائع. هيا يا روزي. هذا أمر مدهش، العجلات هي الأفضل. ولكن يا بلبلة، ماذا عن الطيران؟ الطيران؟ لا طيران والعجلة في دوران. لن تطلبي من روزي أن توصلك دائماً، أنت في مكان رومبا. أنت على حق روزي، أنا بحاجة إلى عجلاتي الخاصة. لا عليك يا بلبلة، هذا مسلم. أوه، لكن مكان بلبلة هو الفضاء. لا تقلقي يا روزي، بلبلة ستكتشف ذلك بنفسها قريباً. ستصبح لي عجلات خاصة. تادا! واو، ما هذا؟ مزلاج طيور. اركبي سأريكي. تضعين جناحيك هنا وترفرفين لتحريك العجلات. ما رأيك يا بلبلة؟ بلبلة؟ أنا أول طائر على عجلات. مزلاج الطيور هذا أتعبني، حان وقت الاستراحة في العش. كيف سأصعد إليه؟ تطيرين طبعاً. لا أستطيع. ماذا لو سقطت؟ أعني أنا لا يمكنني ذلك، أنا طائر عجلات الآن. ما المشكلة يا بلبلة؟ لماذا لا تذهب إلى عشها؟ عليها أن تطير لتذهب إلى هناك. أظن أنها تخاف أن تطير بعد أن سقطت. لكن أنا لم أسقط. روزي، انظري ماذا وجدت؟ كنت خائفة منها، لكن بينون قال إنها تخافني، احتاجت المساعدة، وأنا الآن لم أعد خائفة منها. أنت على حق، نحتاج إلى مساعدة شخص آخر عندما نخاف. كرز، سنحتاج إلى بعض التعديلات في مزلاج الطيور. فعلت ما طلبت مني يا روزي. وجدنا لك مكاناً لقضاء ليلتك. آه، رائع! أين هو؟ اتبعيني يا بلبلة. برجوعك إلينا يا بلبلة. ما أروع هذا المكان! لا أصدق أنني تركت الفضاء من أجل تلك العجلات. رائع! يبدو أن كرز يفتقد شريكته في السباق. من يشارك في السباق؟ لا بأس يا رومبا، قد تفوز في المرة القادمة. أوه، فزتي بفارق بسيط. لو كنت أنا طائراً وأنت طائراً لطرت أسرع منك بالتأكيد. وكيف تعرف؟ أعرف أنني سأكون طائراً بارعاً. ليلة سعيدة يا روزي. ربما ترفرف بأذنيك وبذراعيك أيضاً. عندها سأكون حقاً سريعاً جداً. أنا رومبا الأرنب الطائر. Whoosh!